معنا الآن مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء سعادة العميد خليفة مطر بالقوبع المدير التنفيذي للأحوال الشخصية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. سعادة العميد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سعادة العميد وحياك الله معنا في برنامج الخط المباشر، ونرحب بك يعني وسرعة تجاوبك معنا في هذا البرنامج. الله يحفظك، نحن سعداء حقيقة بالتواصل ومعكم. شكرا سعادة العميد. سعادة العميد، هناك يعني بعض الأخبار التي وردت إلينا فيما يتعلق بخلاصة قيد خلاصة قيد إلكترونية، وهي سوف تكون بديلا للخلاصة اللي هي الورقية، وسوف يتم تطبيقها، وتأتي الاستفسارات وطبعا الأسئلة، هل بيكون هذه يعني هذه الخلاصة الإلكترونية من خلال ماذا بالضبط؟ بطاقة أخرى؟ هل بتكون في نظام الجوازات في السيستم؟ يعني في كل حد يستفسر، لكن مش عارفين النظام بالضبط كيف بيكون. صحيح. فنحن يعني جزاك الله خير، أنت لما أعطيناك هذا الاستفسار تحت الهواء بغيت توضحها وتشرحها للناس ككل ويستفيدون من هذه النقطة. تفضل سعادتك. هذا خبر مفرح أولاً. أكيد مفرح. الحمد لله طول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة التنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة عالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين كذلك على أراضيها، واستنادا لرؤية الإمارات 2021 واستنادا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر في موضوع خلاصة القيد الإلكترونية، تم تشكيل فرق عمل حقيقة على مستوى الدولة. نعم. وتم التنسيق على مستوى عالي مع الجهات الحكومية وشبه حكومية، المرور عليهم على تعريفهم على النظام، التنسيق معهم عن طريق الجهات الرسمية. اليوم نتكلم نحن عن بيانات خلاصة القيد للمواطن متوفرة في كل الجهات الحكومية. نعم. سواء محلي أو اتحادي، مجرد ما المتعامل عنده معاملة في أي جهة حكومية ممكن يراجع الجهة الحكومية وإبراز بطاقة الهوية، بتبين جميع اللي خاصة فيه. على سبيل المثال إذا راجع سجل هيئة الصحة بيبين عنده سجل هيئة الصحة، وإذا راجع كذلك إدارات المرور بيبين عنده ملفة في المرور. كل إدارة تقدر تشوف اللي معني فيها. يعني سعادة العميد، الآن أنا لما أراجع أي دائرة حكومية فقط يستخدم البطاقة، بطاقة الهوية، من خلال يعني المعلومات القارئ اللي فيها هذا الشب. صحيح. سابقا الله يحفظك كان المواطن يبرز خلاصة القيد الورقية. صحيح. أو صورة منها. نعم. اليوم نحن طول عمرك قللنا على الجهد هذا والتعب هذا وكثرة الأوراق هاي، فأصبحت إلكترونيا ما شاء الله. كذلك نعم ممكن الاستفادة من تنزيل الموقع، موقع الهيئة، هيئة الهوية. نعم. الهيئة الجنسية والهوية، والاستفادة من الخدمات اللي على الموقع. تطلع لك خلاصة القيد الإلكترونية، وتطلع لك كذلك جواز السفر، ويطلع لك بطاقة الهوية، ويطلع لك أنت شو الخدمات اللي تبقيها. على سبيل المثال اليوم أنت موجود في بيتك، أنت موجود في عملك. نعم. عندك طلب على سبيل المثال إضافة مولود، عندك طلب إضافة زوجة، عندك طلب أي كان طلبك في الأحوال الشخصية. نعم. بإمكانك أن تقدم عن طريق النظام، وبالتالي يتعالج في الإدارة المعنية في خلال ثواني معدودة، ويعكس كذلك على التطبيق اللي عندك في الموبايل. يعني خلاص ما يحتاج نراجع مبنى الجنسية والإقامة ويكتبون الاسم أو الإضافة داخل الخلاصة. حقيقة نحن عندنا الخيارين. نعم. كمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة، التوجيهات السامية في هذا الشأن أن إذا كان المتعامل بقى طلب خلاصة القيد الورقية ما في مانع أن نصدر له خلاصة القيد ورقية، ولكن النظام كنظام هو في نظام إلكتروني، وبعد الانتهاء من النظام الإلكتروني ممكن يراجع أي إدارة ويضيف اللي يبقى. على سبيل المثال عندك مولود ضفته اليوم بموجب شهادة الميلاد،
ما ياخذ عندك ثواني معدوده في التطبيق، ويعكس كذلك عندك في التليفون، يبين انه نظاف المولود. اذا انت محتاج انك توثق هذا ورقيا، تراجع اي مركز خدمه من مراكز الخدمه اللي خاصه في الهيئه، وبيقوم الموظف بالتاكد من النظام اللي عنده، وبيضيفه لك ورقيا على 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 الطلب اللي عنده. لكن نحن اليوم او سؤال يطرح، لماذا نروح للورقي؟ لماذا نكبد على أنفسنا عناء التعب والانتظار وإلى آخره؟ اليوم عندنا تجارب الحمد لله ناجحة، اليوم نحن عندنا تجارب حلوة، اليوم نحن من خلال الرصد اليومي ومن خلال المتابعة اليومية عن طريق غرفة العمليات والسيطرة الولائية، تبين بالفعل عندنا توجه الحمد لله بشكل كبير إلى الخدمات الذكية. وبالتالي تم المراجعين قلوا عندنا في مراكز الخدمة. ممتاز ممتاز. سعادة العميد، الآن هذا الخبر اللي يعني بشرت فيه المجتمع ككل أنه خلاص تطبيق هذه الخلاصة، خلاصة القيد الإلكترونية، متى خلاص يعني نحن نقدر نقول ونراجع أي دائرة حكومية أو أي وزارة وخلاص نحن بكل ثقة رايحين ماخذين معانا بطاقة الهوية فقط؟ الله يطول عمرك، القرار مجلس الوزراء الموقر في في أبريل الماضي أعلن وعطانا فرصة التطبيق يكون من 1/7. وبالفعل نحن خلال الثلاث شهور هاي من شهر 4 و5 و6 كان الفرق العمل على قدم وساق لتجهيز المواقع، لتجهيز الأنظمة، لتجهيز التحول هذا. في اليوم الحمد لله تم الانتقال بسلاسة، وعندنا أي لين اليوم عندنا أي ملاحظة، يعني كثير من الإخوان استفادوا من التطبيق، كثير من الإخوان راجعوا الإدارات، ربما تكون هناك بعض البيانات يعني بشكل شخصي ما انتقلت، ولكن هاي نادرة ما تكون. نعم. نحن عندنا مركز عمليات ونتلقى الاتصال على مدار 24 ساعة، أي واحد عنده ملاحظة ممكن يتصل على الرقم هذا، وإن شاء الله تكون الأمور في مسيطر عليها إن شاء الله. نعم. وتلبي يعني رغبات المجتمع. آخر سؤال. نعم تفضل سعادتك. نحن اليوم عندنا خدمة، والخدمة هاي نشوفها خدمة متميزة، خدمات الجنسية اللي كان المتعامل حقيقة كان عناء. نعم. هم يقولون رحلة المتعامل، ولكن نحن نقول كان عنده 3 رحلات المتعامل أو 4 رحلات. والله صادق. على سبيل المثال من البيت لما يوصل المقر اللي هو رايح له. نعم. ولي ما ينزل، ولي ما يأخذ انتظار، ولي ما يصف طابور، ولي ما يوصل للموظف، هاي كلها وقت عليه. صادق. اليوم بكل بساطة ينزل التطبيق وهو جالس في بيته، وهو جالس في عمله، وهو جالس في المكان اللي هو مرتاح فيه. نعم. ويضيف الحاجة للخدمة اللي يبقيها. صادق. وتوصل في نفس الوقت. والله بارك الله فيكم سعادة العميد يعني على مثل هذه الإنجازات الطيبة، ونشكر قيادتنا يعني الرشيدة على يعني تسهيل مثل هذه الإجراءات على المواطن وعلى المجتمع. ونحن سعادة العميد نتمنى أن إن شاء الله نجد هذا يعني بما أنكم وفرتوا الخدمة وجهزتوا النظام في 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 الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فيما يتعلق بالبطاقة الإلكترونية، نتمنى إن شاء الله الجهات الحكومية ككل المحلية والاتحادية تبدأ الاستفادة من هذا النظام، وكذلك حتى القطاع الخاص، لأن بعد فيه كذلك تعاملات كثيرة مع البنوك سعادة العميد. حقيقة يعني خلال المنبر هذا نحن نشكر الشركاء ونشكر الدوائر المحلية والحكومية على سرعة الاستجابة والتعاون اللي لمسنا منهم، نوجه لهم تحية وشكر من هذا المكان من هذا المنبر. حقيقة يعني كان تعاون وكان يعني سبق، يعني ما كان بالسهولة هاي، كان في صعوبات وكان أنظمة وإلى آخره، لكن ذللوا كل الصعوبات لتحقيق هذا الهدف. وهذا الهدف هدف دولة اليوم، وعكس أبشرك أنه عكس على الإمارات كلها وعلى الدوائر كلها وعلى المؤسسات كلها، ونتكلم اليوم نحن عن فرحة. الحمد لله. الحمد لله. سعادة العميد، في تطبيق نقدر ننزله حاليا يعني على أساس نستفيد من هذا الموضوع؟ نعم نعم، تطبيق الهيئة الاتحادية الهوية. نعم نعم. دوت يو اي. ممتاز. تطبيق الهيئة الاتحادية هو
وإذا فيها أي استفسار عن طريق التليفون مركز الخدمة الخاصة بالهيئة أو لقريب مركز بيته مركز الخدمة بمر مركز الخدمة. ممتاز. في ناس مهيئينهم هناك ومدربينهم وإن شاء الله الأمور بارك الله فيكم. طيبة. بارك الله فيكم. شكرا لك سعادة العميد خليفة مطار بالقوبع المدير التنفيذي للأحوال الشخصية وجوازات السفر بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كنت معنا متحدثا ونكرر شكرنا لك على تجاوبك وأيضا الكلمات الطيبة اللي فيها كل خير للمجتمع بالنسبة لخلاصة القيد الإلكتروني. بارك الله فيك سعادة العميد. شكرا جزيلا. شكرا لك يا سيدي.